هي مصر بتواصل تحقيق انجازات محترمه جدا ومختلفه على مستوى الالعاب الاخرى، وكمان في كمان تفصيله معينه احنا اتكلمنا عنها قبل كده كذا مره، فكره ان البنيه الرياضيه التحتيه في مصر لما اتظبطت الوضع كله اتظبط، وبقت مصر في الفتره الاخيره بتستضيف اكبر واهم واشهر بطولات العالم في الرياضات المختلفه. هنتكلم كمان عن هذا الامر، وهنفتح ملفات كثيره متعلقه بالعاب الصالات والالعاب الاخرى مع ضيفتنا العزيزه اللي منوراني ومشرفاني الاستاذه دعاء بدر، نائب رئيس تحرير الاهرام ابدو ورئيس تحرير موقع تتويج نيوز. صباح الفل عليك يا استاذ دعاء. صباح الفل على حضرتك وعلى كل الساده المشاهدين. الحمد لله كله حلو كله تمام. عندنا كلام كتير هنتكلم معاك عن حلقتنا النهارده. عندنا حاجات جميله كتير. نبتدي من فين؟ تعالي نبتدي بالانجاز اللي لسه حتى كنت بكلم المشاهدين عنه من شويه، وهو انجاز محترم جدا الحقيقه، يعني يحسب للاتحاد المصري للسلاح، منتخب مصر لسلاح الشيش للناشئين، والفوز العظيم اللي فازوا بيه في كاس العالم في هذه الرياضه. فتعالي نقف في البداية عند هذا الإنجاز الكبير. إحنا الحقيقة اتحاد السلاح من الاتحادات اللي لازم نقف عندها كتير قوي الحقيقة، ما شاء الله. يعني اللي استوقفني الحقيقة كمان في الإنجاز بتاع كأس العالم ده إن إحنا بنلاقي دايما وجوه جديدة. هي أولا نخلي بالنا دي بطولة عالم كأس عالم ناشئين مش تحت كبار. تحت سن 20 سنة. محمد ياسين اللي هو محمد ياسين جاب في الفردي فضة، وبعد كده جابوا في الفريق كله جاب ميدالية ذهبية. طبعا بيدربهم كابتن سيد سامي، طبعا مدرب منتخب مصر العظيم. الرائع في الموضوع ان الكوادر الفنيه في اتحاد السلاح كلها كوادر وطنيه. يعني ما شاء الله احنا عندنا الحقيقه مجموعه مدربين اروع من بعض في كل سلاح. احنا السلاح ثلاث اسلحه مختلفه، كل سلاح ليه اللعيبه بتاعته وليه المدربين المتخصصين بتوعه. فاحنا في الثلاث اسلحه مدربين وطنيين. مدربين وطنيين والحقيقه عاملين شغل رائع، يعني بيتهافت عليهم العالم دلوقتي. ناخد بالنا بقى. جميل. طب فكرك ايه سر النجاحات دي؟ وليه منظومة. ليه غير قابله للاستنساخ في اتحادات ثانيه وفي رياضات ثانيه؟ لا قابله للاستنساخ طبعا، هي قابله للاستنساخ بس نستنسخ صح. اي نجاح لما بيبقى نجاح وبيستمر، يعني مش مثلا بطوله وخلصت خلاص وما جاش بعدها تاني، يبقى ده في منظومه بتشتغل كويس. هي منظومه كامله بتعمل، جهاز اداري كامل بيعمل، رئيس اتحاد، اعضاء مجلس اداره، جهاز فني، جهاز اداري، جهاز طبي، لعيبه، يعني في منظومه كامله بتعمل، وفي خطه عمل علميه اتعمل، خطة عمل علمية الحقيقة. والخطة دي ما اتعملتش النهاردة ولا امبارح ولا من كام شهر فاتوا، الخطة دي معمولة من سنين الحقيقة. الاتحاد الحالي يعني برئاسة كابتن عبد المنعم الحسيني من أول ما جه الحقيقة، وهم عملوا خطة هدفها إن هم يجيبوا ميداليات في بطولات العالم المختلفة ويجيبوا ميدالية أولمبية. هايل. يعني والخطه دي ابتدت تسمع اهي وابتدت تؤتي ثمار. بالظبط. الخطه دي الحقيقه من سنتين ثلاثه فاتوا بداوا يخشوا، ان هم كان في وسط في قلب كورونا كانت مصر بتنظم بطوله العالم للناشئين، قدرنا نحقق ميداليات في بطوله العالم للناشئين. بعديها الوضع بقى استمر، ما وقفناش، ما جبناش بس عشان البطوله كانت بتتلعب عندنا في مصر وكده، لا البطوله اللي بعدها جبنا، واللي بعدها كل سنه في بطوله العالم للناشئين بنجيب ميداليات. جينا السنه دي الحمد لله احنا يعني هو بنى من تحت الحقيقه، يعني هي دي الفكره الصح طبعا، ان هو بنى من تحت ان هو يطلع جيل قوي. كان ناقصنا نجيب ميداليه في بطوله العالم للكبار، الحمد لله ده حصل السنه دي. اكتملت الصوره. الحاجه اللي فاضله بقى ايه؟ ميداليه اولمبيه. طبعا اتحاد السلاح عمل قبل كده، وطبعا علاء ابو القاسم طبعا نجمنا الكبير كان جايب ميداليه في 2012 في فضيه في السلاح في اولمبياد لندن، من ساعتها ما جبناش تاني. بس احنا ان شاء الله في باريس السلاح من الرياضات القريبه جدا من البوديوم باذن الله.